يعني انا بظن انه ممكن يبقى السوق المستهدف دايما هو نفس الاسواق اللي بتستهدفها الصناعات الصينيه في نفس ذات المجال. بالظبط. تفهم الاجهزه طبعا الطبيه دلوقتي بقت حديثه جدا، بقت معقده جدا، بقت فيها تكنولوجيا شديده جدا، فمحتاجه ايضا الشراكه، واحنا بدانا فعلا هذا مع بعض المؤسسات العالميه الكبيره جدا، ان احنا مصر تبقى في المنطقه الاقتصاديه سواء في قناة السويس أو في مناطق أخرى تيجي هذه الشركات وتعمل مراكز تصنيع وصيانة وقطع غيار في مصر، مصر تحتاج جزء منها وتصدر لبلاد أخرى. الفايدة إيه؟ إن أنت تستفيد في المنطقة الاقتصادية، يبقى عندك عمالة مصرية تكتسب الخبرة في هذا، حتى نستطيع إحنا طبعا في بعض الصناعات بدأنا فيها بعض الأجهزة الطبية والمعدات الطبية، لكن الحلم أو الهدف أكبر من هذا بكثير. يعني بنعمل بعض الأجهزة البسيطة، بعض الأجهزة المتوسطة، لكن عايزين نخش في التكنولوجيا العالية نقدر نوطنها في مصر، ودي هتأتي بالخبرة مع المؤسسات العالمية أو الشركات الكبيرة جدا. ويمكن سيادتك بتشوف دايما أن سيادة الرئيس بيقابل شركات كبيرة جدا، جزء من الهدف الاستراتيجي القومي أنك توطن هذه الصناعات في مصر. صحيح 100%. هتدرب كوادر، هتاخد عمالة، هتنتج محليا وتصدر.